جاي لك حبيب مش عدو والله يا ابو خالد. حقك على راسي من فوق على اللي جرالك، ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من اساسه. بس ما تنساش يا اطفالي انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟ عايز يا عبد الرحيم؟ عايزك تفهمني يا صاحبي. انا مش صاحب حد. وماله؟ صحيح هي مرة واحدة اللي كان فيها عيش وملح فوق السطوح، فاكرها؟ أنا راجل صعيدي، والمرة دي كفاية عندي إن يبقى بينا عيش وملح، وحقك عليا إن أفهمك ليه أنا عملت اللي زعلك مني. أنا لا عايز أفهم ولا نيلة، أنا كل اللي عايزه منك إنك تشهد بالحق في النيابة عشان أنا وأخويا ما نتظلمش. تاني هيقول لي نيابي؟ يا واد خالي ما هو ده اللي أنا جاي أقولهولك. أنت عارف إن أنا ما تعرضتش على النيابة من أصله؟ عارفها دي؟ يعني إيه؟ ما جابوك هنا ازاي؟ اسأل روحك. انت عارف ان انا في تحقيقات امن الدولة ما رضيتش اجري باسمي؟ ولا انا منين؟ وقلت لهم ان فادت الذاكرة، وحصلت لي حادثة من كام شهر خلتني ما افتكرش حاجة عن نفسي واصل، وان راجل صاحب الورشة شغلني شفقي. وانت كده بجد ولا بتستعب؟ بغض النظر يا صاحبي، انت حكومة ولا جيت حد قدامك عم يقول لك قصة الفيلم الهندي دي، تدور وراه وتشوفه عم يكذب ولا كلامه صدق، ولا تبصم بالعشر على الكلام ده وتحطه في ورق رسمي؟ يعني انت ما شفتش النيابة؟ يا ابوي ده انا كنت خايف وعامل حساب اللي هتحول فيه النيابة دوت، لانها ممكن تحولني على الطب الشرعي وهناك يعملوا لي تحليل الدي ان ايه. طب ما انت فل اهو عارف الدي ان ايه. ليه؟ قالوا لك عليا جاي من ورا الجاموسة؟ ده اللي جاي من وراها يعرف الدي ان ايه، ومع ذلك الحكومه الالكترونيه بتاعتنا ما فكرتش انها تعمله. عايزني بقى ما احمدش ربنا وابوس ايدي وش وضهر واروح اقول لهم حولوني للنيابه عشان افضح نفسي بنفسي؟ وده اللي انا نفسي افهمه. انت عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ يفرق السؤال الاولاني عن الثاني كتير يا ابوي. ماشي عبد الرحيم، خلينا في السؤال الثاني عشان افهمك. عاجبك رميتك في السجن دي؟ بصراحه تقبل مكان بالنسبة لي في الدنيا. فهمتك أنا كده. أقول لك اللي فيها وأمر لله، مش بس عشان استرجلتك وعارفك هتقدر ظروفي، إنما عشان لو حكيته لأي حد هكدبك وهقول عليك عم تتبلى على راجل فقد الذاكرة زي نور الشريف في تمثيلية الراجل الآخر. يا عم ارحمنا من الثقافة بتاعتك دي وفهمنا إيه اللي حاصل. مش عايز أفكاكة دي يعني يا أبو المفهومية. راجل صعيدي هربان في اسكندريه، ولما تجيله الفرصه يخش السجن يضحك بدل ما كان بيبكي كل ليله وهو نايم. يبقى هربان من طاعه. ايه يا راجل يا مسجد، ما قريتش عن حوادث الطرف الصعيدي؟ طب بلاش، ما شفتهاش في التمثيلات والافلام. انت هربان من طاعه عشان ترمي نفسك في تهمه هتجيب لك اعدام؟ ومين قال لك انهم هيعدموني؟ طبعا هيعدموك ازاي وانت شهدت ضدنا بالباطل؟ يا سيدي انا لا شهدت ولا اتنيل. انا بقول لك انا ما اتخدش اجوالي من اصلا. انت لما رحت النيابه حد جاب لك سيرتي بحاجه؟ صحيح. دول جابوا لي سيره شهاده عاصم بس الله يرحمه. شهاده ابن الكلب اللي اسمه اسماعيل ده بس ربنا عطرني فيه. شفت؟ يعني هم ما لهمش مصلحه اساسا ان اسمي يجي في القضيه. ليه؟ عشان لو اسمي جه في القضية يبقى لازم يثبتوا شخصيتي وتحاليل وتحريات ومباحث وتدوير، وكل ده هيعطلهم، وهم عايزين يكروتوا القضية سريع سريع عشان يطلع قدام القيادات إن كل شيء تمام والأمن مستتب. يبقى لازم اللي زيي يتنيل على عيني اللي خلفوه ويختفي لحد ما الدنيا يبان لها بيان. وأنا اللي صدقت إنك كهربائي سيارات. بس أنا صدقت إنك مهندس ميكانيكا. ما انت خابر الدنيا واللي فيها يا واد خالي. انا عايز افهم، طب هم جابونا احنا الاثنين ليه سجن واحد؟ ما كانوا يودوا كل واحد فينا سجن عشان ما نتقابلش. وهم كانوا يعرفوا منين ان قلبي هيرتاح لك وهحكي لك عشان تهمد وتسيبني في حالي وترحم نفسك من الهري والنكد اللي انت عايش فيه ده؟ وبعدين يعني انت فاكر ان الناس ديت يعني عامله حساب اللي زيي واللي زيك وان احنا ممكن نضرهم في حاجه؟ جرايه يا باشمهندس، ده حتى كان باين على الواد اخوك لما جه انه راجل واعي وفاهم البلد دي ماشيه ازاي. يعني ايه؟ اسكت واحط في بقي جزمه؟ مين قال كده؟ سلمها لله.
وشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. الاختيار الوحيد اللي قدامي يبقى لون حبل المشنقة اللي هتلف حوالين رقبتي انا واخويا، مش كده؟ يا ابوي احمد ربنا ان اخوك هربان، وادعي له ان ربنا يسهلها له ويهج بره المخروبه دي كلها. وبعدين يا اخي احمد ربنا انك لسه عايش، مش زي عاصم اللي قتلوه ولا زي اسماعيل اللي ما نعرفش عملوا فيه ايه. اسماعيل زمانه متنعم دلوقتي مش زينا. يا سيدي هيروح من ربنا فين؟ يعني ايه؟ الايه هتتقلب؟ انت هتنام كل يوم وتشخر وانا هقعد اعيط زيك؟ مش بقول لك قلبي ارتاح لك؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نربط مع جماعه الدكتور براهيم ينقلونا العنبر عنديهم بالاتفاق مع الضابط المشرف. الجماعه شاريين، ما تقفلش دماغك معاهم. قول كده بقى. كده بانت. هم اللي بعتينك، ها؟ امشي من قدام يا عبد الرحيم. امشي بدل ما افتح دماغك، جاتك البلا، ولا اقول لك انا اللي همشي؟